السلام عليكم يا أحلى متابعين، كدايرين؟ لاباس عليكم، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. مبروك عليكم شهر رمضان، الله يدخل علينا، الله يدخله علينا وعليكم بالصحة والسلامة وطولة العمر، والله يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. أول فطور في شهر رمضان غادي نشاركه معكم، وكما كان وكنتمنى لينا الاعجاب ديالكم. المهم دابا رشيده بغات تعجن الخبز ديال الشحمه، المهم حيتاش مازال ما عرفنا ما نديرو. المهم نبداو بالخبز ديال الشحمه. ايوا كنتمنى الاعجاب ديالكم وتبعوا الفيديو، وما تنساوش تدعمونا بلايك وشي تعليق زوينه كيف ديما، وشكرا لكم بزاف، والله يطول في عمركم، والله يخلي لكم صحتكم، والله يخلي لكم ما عزيز عليكم. وهذا ما كان. السلام عليكم المتابعين ديالنا، كي دايرين؟ اش اخباركم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير، كنتمنى يلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال، وانتم كتشاهدوا الفيديو ديالنا. رمضان مبارك سعيد، الله يدخلوا علينا وعليكم بالصحه والسلامه وبطولة العمر وبالمغفره ديال الذنوب، والله يجعلنا من الفائزين يا ربي الحبيب. ايوا المهم كما شفتوا راه غادي نشارك معكم اليوم الفطور ديالنا، الفطور ديالنا المتواضع، داكشي اللي غادي نديرو غادي نشاركو معكم يا رب ان شاء الله. المهم شاركنا معكم دابا العجينه، عجنتها رشيده. دابا غادي نصايب الحشوه. عندي هنا الفلفله الحمراء والخضراء والصفراء، المهم جبتهم داك النهار في السوق. ايوا المهم دابا غادي نقطعوهم مزيان، وحتى البصله الخضاريه راه موجدينها من قبل، حيت هي كتخسر دغيا، راكم عارفين السوق انت تيكون عندنا نهار السبت، ايوا شرينا هادشي قبل رمضان. ايوا وجدناها، والفلفله الصراحه خليناها ما نقينا ما درنا ليها والو، خليناها كاش الثلاجه حتى لدابا. ايوا حنا غادي نطحنوها ان شاء الله، وغادي نشاركو معكم الفطور ديالنا المتواضع، حيتاش اصلا رمضان راه ماشي ديال الماكله، ماشي ديال تحطي الطبله عامره بالشهيوات، وراه كاينين الناس اللي محتاجين اللي ما لقاوش نصف داك الشيء وكيتشهاو. الله العظيم الا كتشوفي شي طبالي كتقولي راه هادو غياكلوا فيهم الدوار كامل، ماشي غير عائله واحده. والمهم غادي اي حاجه درناها انتما معنا غنشاركوها معكم، وكما قلت لكم رمضان راه ماشي ديال الماكله، راه ديال العباده. الله يرحمنا الله يغفر لنا، ايوا تبعوا معنا الفيديو. المهم الحشوه ديالنا كملناها، وها البصله كما قلت لكم ها هي، ودرنا شويه ديال الشحمه. المهم دابا غادي ندير ليها شويه ديال الابزار، غادي ندير حتى لهادي شويه، غندير شويه ديال الكمون. هادي ديال امي حيتاش ما كتبغيش البصله، الخضره والبصله. وغادي ندير شويه ديال الملحه، وهذه سوفيري إيجان، ما عرفت شنو سميتهم بالعربيه، هادو راه ديال الخبز، شريتهم في السوق ما صايبتهمش. نخرقهم، نسيت حتى كنخلط، عاد شفت راه هادشي ما كتبانش فيه الصوريه، ايوا عاد تفكرت نخرقهم. صافي دابا غادي نخلطو الحشوه ونتسناو العجينه ديالنا تخمر، ونتلاقاو ان شاء الله باش ايوا انا صافي راه العجينه ديالنا خمرات ها هي. صافي دابا غادي نقطعها، المهم غادي نديرو من نيت خبزات هكا على قد نيت المقله ولا على قد الطاوه، كل واحد واش كيسميها. ايوا هنا جبت هذا الكاي ديال الالومنيوم، هو صراحه عملي كيساعدني باش نهزها ونحطها في المقله، كتجيني ساهله. ايوا هانتوما كتشوفوا لا فيديو ديال هاد النهار، كنتمنى ينال الاعجاب ديالكم، وما تنساوناش من اللايك ديالكم والبارطاج والتعاليق الزوينه كيف ديما.
ايوا المهم هانتوما كتشوفوا الحشوه راه جات زوينه بلا ما تحمروها بلا ما تشحروها بلا والو، جات زوينه. المهم هنا درتها. المشكله اللي عندي في هاد الحشوه هو داك البصله اللي فايت ليا صايبتها ودرتها في الفريغو، نسيتها. المهم ما جبناهاش بكري. ايوا ملي دابت ليا في وسط الحشوه طلقات ليا الماء، وما طلقتش ليا الماء حتى لا سميتو، حتى درت العطريه ودرت شويه ديال الزيت. ايوا صراحه ما بغيتش نضيع ديك الزيت، ولكن في الاخير حيدت لي هذاك الماء حيت شهاد الاولى اللي غادي تشوفوني دابا كنقرص فيها تقطعت ليا واحد شويه في الوسط، ولكن ماشي مشكل. المهم شاركتها معكم، واخا تقبات ليا وخرجت الحشوه راه زعما ما حيدتهاش ولا شي حاجه، نزيد واحده اخرى. ايوا المهم هانتوما كتشوفوا دابا غادي نجيب الموس باش نقطع دوك الجوانب الالومنيوم. هانتوما كتشوفوا غادي نقطعهم هكا دوك القنات باش يجيني شويه دايره، يجيني شويه الكاري داير شويه باش يجيني زوين. ف فاش غنبغي نهزو باش غنبغي نهز الخبزه ديالي للمقله، هانتوما كتشوفوا الصراحه واخا تزديها حتى لبرا وترجعيها في هذاك الكاغيط ما غاديش تقطع الا كانت الحشوه ناشفه. هانتوما كتشوفوا. السلام عليكم المشاهدين، ما يتعنا دابا سنا بخير ومبروك رمضان. نبتدي اسمو ربي تلعبو اسمو نتيت الرزق اسمو نتيت اسمو نتيت لهنا اجاخت اجاخت نزلي سليمان يفا ما تخسر داك ويدي انت غرسي يعني بلاتي. السلام عليكم المشاهدين، ما يتعنا مي ودي رمضان الغنباش هنا دابا صغور نسكنو في كوريا خشا ماني ياك اراو ونا غروه ونا غروه اللي وتنا جات نديو ربي ونا غور دانا جات نصلح ربي ونا غور نواجه جات نديو ربي ان شاء الله ديو ربي العفوين نادي ربي استد انا غير سني ربي استد راجع غير جمع انزري رمضان هلمان ولي هنا واستد سليمان اللي هنا يا فاق تغويني مال ان شاء الله مشون نموت ونا يموت نتا رحمو لنا ايوا دينا غيك صابين يخان دينا غي زرع ربينا يحلان ان شاء الله يلمان هادي يا ربي يستر السنة دي ايوا طريق السلامة تعرفوني يا ربي يستر كنعاون ربي. ايوا دابا غادي ندوزو للحريرة. هنايا عيشة كتنقي اللفت المحفور، غادي نديرو الحريرة باللفت المحفور. هانتوما الما كيغلي حيتاش اللفت المحفور إذا حطيتيه في الماء البارد راه ما كيطيبش، خصك تخليه حتى يغلى الماء عاد ديري اللفت. إوا هنا دابا غادي نديرو اللفت وغادي نديرو شوية ديال اللحم، غير واحد شوية باش غير نبللو هاد الحريرة، وندو شوية ديال الشحمة. إوا غادي نخليو دابا هاد اللفت حتى يطيب مزيان، عاد غادي ندوروها بالدقيق. ايوا هانتوما معانا ونديروا ليها العطريه ديالها والربيع وكل شيء. ايوا هنا جبنا الماء وجبنا الدقيق، هنا راه راشده اللي دارت الحريره ولكن في المونتاج انا اللي كنهضر. ايوا ماشي مشكل. المهم هنا راه غادي تخلط. المهم راه حنا شاركنا معكم هذا الفيديو بالبساطه ديالو بكل شيء، ما كاينش لا زواق لا والو. هنا رشيده كتخلط الدقيق بيديها بلا ما نقلبو على الطراب وجيب هادي وهادي. المهم ما كاين ما احسن من اليد اليد وتعرفي شنو درتي. ايوا المهم هنا درنا شويه ديال الورقيه اللي تنسميوها زكزاو بالشلحه ولا الكرنب، كل واحد واش كيسميه. ودرنا شويه ديال الماطيشه ديال الحوك غير واحد شويه. هنا غادي نديرو شويه ديال الكرابس، راه وجدنا كلشي في الفريغو. وغادي نديرو هنا شويه ديال التحميره او بابريكا، كل واحد واش كيسميه. المهم شاركنا معكم النهار ديالنا كيفاش دوزناه طبيعي. هنا درت شويه ديال الخرقوم
المهم درناش العطريه تقريبا كامله في الحريره وصراحه جات زوينه، ودرنا سكينجبير حتى هو. المهم ما عرفتش كاينين شي وحدين كيقولوا لك لا هاد العطريه ما كدارش في الحريره ولا هذه ولا هذه، حنا كنديروا كل شيء. ايوا درنا شويه ديال الابزار وشويه ديال الملحه درنا داكشي اللي غيكفينا. والمهم نتمنى يعجبكم الفيديو، يلا حتى نسالي الخبز والحريره ونتلاقاو. وهاد الطبله ديالنا موجوده، اللهم ديمها نعمه واحفظها من الزوال، اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وقنا عذاب النار. ها الخبز، ها الشلاطه، ها الحريره. زينب دارت الخبز تبارك الله عليها، وعائشه دارت الشلاطه، ورشيده دارت الحريره، وامي هي التية مع عمرت لينا اتاي، وها الوالد صلى الله يتقبل با هو عبد الله. ايوا هذا مكان. نخليكم بالسلام عليكم حتى الفيديو القادم ان شاء الله. تقبل الله منا ومنكم صالح الاعمال، تقبل الله صيامنا وصيامكم.